النهاردة كان نفسي أكون فين؟ كان نفسي أكون فوق برج إيفل، البرج اللي أصبح رمز لفرنسا، رمز للرومانسية، رمز للعصرية، للحداثة. لكن تعرفوا إن البرج ده كان ممكن ما يتبنيش؟ هو الموضوع النهاردة مع حنان عواد على كنداوي تي في. ازيكم واهلا بيكم في حلقة جديدة من الموضوع النهاردة. الموضوع النهاردة عن برج ايفل، هنتكلم عنه بس من منظور مختلف شوية، نشوف يمكن نتعلم حاجة سوا. سنة 1889 نظمت الحكومة الفرنسية مسابقة لتصميم برج عشان يرمز للثورة الفرنسية وللاحتفال بمئوية الثورة الفرنسية. اتعملت المسابقة وتقدم العديد من الشركات والأفراد بتصميمات مختلفة ومن شتى أنواع التصميمات المعمارية. اللي فاز بالمسابقة تصميم قدمته شركة جوستاف إيفل. جوستاف إيفل كان مهندس إنشائي، تخصص هو وشركته المعمارية طبعا في بناء الجسور والكباري ومحطات السكك الحديدية، ونال شهرة كبيرة جدا جدا، ويمكن في عندنا في العالمنا العربي بعض من مشروعاته أهمها وأشهرها هو برج أبو العالة في الزمالك في القاهرة. وطبعا لما فاز جوستاف أو شركة جوستاف بالمسابقة دي وأعلنت التصاميم، قوبل التصميم بتاعه بحملة شعواء من الأدباء والمفكرين ورموز الثقافة الفرنسية ورموز المجتمع الأرستقراطي الفرنسي ساعتها، وما عجبهمش التصميم خالص. التصميم كان مختلف تماما، مبنى حديد، ستراكشر حديد، الناس شافته ان هو قبيح وما كانوش متحمسين له خالص، شافوا ان هو يعني مبنى قبيح ودميم مقارنة بالتحف المعمارية الفرنسية بالأورنمنتس والزينة والزخارف والحاجات الجميلة دي. ولكن تصميم جوستاف وإيمانه بفكرة البرج كانوا هم السبب إن البرج شاف النور، ومش بس كده، ده أصبح رمز لفرنسا. الحكومة الفرنسية عرضت 300,000 دولار بس، مع ان تكلفة المشروع كانت اكتر من 1,300,000 دولار. جوستاف يعمل ايه؟ دي فكرته، وآمن جدا جدا بالفكرة، وحس ان هو يعني سبق ان هو يحط الامكانيات والخبرات اللي اكتسبها على مدار السنين الطويلة اللي ادار فيها شركته، وبدل ما يبني جسر ولا كوبري نايم يبني واقف. ومش بس كده، المشروع ده كان مشروع تاريخي، وهو عرف القيمة الحقيقية لهذا المشروع، لأن البرج ده كان متصمم أنه يوصل لألف قدم، وكان ساعتها ده أعلى ارتفاع ممكن يوصله مبنى في العالم. وفعلا لسنوات وسنوات كان برج إيفل أعلى مبنى في العالم. جوستاف عرض على الحكومة الفرنسية أنه هو يمول من جيبه الخاص يعني الجزء الكبير من تكاليف المشروع، بشرط انه ياخد البرج ليس او ايجار او حق انتفاع لمدة 20 سنة. وساعتها الحكومة الفرنسية كانت عاملة خطة ان المبنى ده يكون مبنى مؤقت لمدة 20 سنة، بعد 20 سنة هيتفكك وخلاص، يعني خلص، انتفى الغرض منه. جوستاف ما كانش عايز المشروع بتاعه يبقى قصير المدى بالنسبة له 20 سنة، ده ايه، انا عايز البرج ده يفضل مستمر لسنين وسنين وقرون وقرون. عمل ايه؟ وهو ده موضوعنا النهاردة، قصة نجاح جوستاف إيفل، انه يخلي
هذا المبنى الحديدي رمز لدولة كاملة. أول حاجة عملها يمكن من قبل الدخول في المسابقة التصميم نفسه والإبداع نفسه. التصميم ما كانش مبتكر بمعنى إن ما كانش فيه زيه قبل كده، لا، كان فيه زيه قبل كده وكان فيه مشاريع شبيهة، سواء كانت كباري، سواء كانت أبراج، سواء كانت مباني قبل كده. لكن جوستاف حاول إن هو ياخد الدروس اللي اتعلمها من هذه المشاريع ويدمجها في تصميم يبان إن هو فريد. فده أول درس عايز أكلمكم فيه، إن الإبداع مش معناه إن أنت تجيب فكرة جديدة تماما، لكن ممكن تجيب فكرة حصلت قبل كده أو اتعملت قبل كده ولكن تطورها شوية. A new idea is an old idea with a twist. الموضوع التاني أو الدرس التاني اللي ممكن نتعلمه هو إيمان جوستاف بالعمل الجماعي. هو أوكل التصميم لاثنين من المهندسين الكبار عنده في الشركة، ولكن التصميم مع أنه كان فانكشنال وكويس وكل حاجة لكن ما كانش مبهر. فجوستاف حس أنه هو لأ، محتاج لمسة تانية، فعشان كده طلب من مهندس تاني أنه هو يضيف لمساته على التصميم. الدرس الثالث هو ان هو كان عنده استعداد يمول المشروع بإيمانه الشديد جدا 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 بالمشروع بتاعه وبالفكرة بتاعته. النقطة اللي بعد كده هي النظرة بعيدة المدى. جوستاف لما شاف المشروع ده وما شافش مجرد ان هو مشروع لمدة 20 سنة وعمل وتصميم وتنفيذ شركة الانشاءات بتاعته وخلاص، لا، ده شاف ان هو ممكن يتحول لحاجة اكبر من كده بكتير. علشان كده كان عنده استعداد ان هو يمول المشروع بنفسه، ياخد حق انتفاع، ويقابل السخط اللي واجهه من المجتمع الفرنسي ساعتها بحملة دعائية مضادة. كل ما يبقى فيه اسم لامع بيهاجم البرج يجيب اسم لامع تاني يأيد البرج. فتحوا للناس وفتحوا للعامة، عمل بعض الأفكار والمشروعات اللي خلت البرج ده جزء من حياة الباريسيين. عايز تتقدم لخطيبتك، في أحلى ولا أكتر رومانسية من إن أنت تاخدها وتطلع البرج وتعترف بحبك ليها؟ عايز تإمبرس حد وتعزمه في مكان لطيف، خده في المطعم اللي في البرج. عايز تشوف منظر رائع لباريس ما تقدرش تشوفه من حتة تانية؟ اطلع البرج. ابتدى يعني يفكر في استخدامات لهذا البرج تخليه جزء من الهوية الباريسية. مش بس كده، في نهاية 20 سنة كان ممكن البرج يتفكك ويبقى خلاص، يعني كان مشروع وخلص. لكن جوستاف فكر في الفايدة العملية للبرج. محطة راديو ساند الجيش الفرنسي في الحرب. مش بس كده، عمل معمل ومختبر عشان الأبحاث اللي هي اللي داخلة فيها الرياح وقوى الرياح. فحول المشروع بتاعه لحاجة مفيدة جدا ولمجموعات كبيرة من الأشخاص اللي موجودين في المجتمع. طيب احنا ممكن ازاي نطبق الحاجات دي كلها ونتعلم من قصة برج ايفل واللي تسمى على اسمه مهندس جوستاف؟ نتعلم ايه؟ نقدر نطبق الحاجات دي ازاي في حياتنا؟ اقول لكم، اول حاجة الابداع والابتكار. كل واحد فينا عنده في شغله مساحة معينة اللي ممكن يبدع ويبتكر فيها. اقرأ، فكر، دور، ابحث، اسأل أسئلة، شوف أنا ممكن أضيف إيه، أنا ممكن أغير إيه. الحاجة التانية،
شوف انت مؤمن بايه قوي وسنده بكل قلبك بكل قوتك بكل امكانياتك، اكيد هتنجح واكيد هتوصل. الحاجة الاخيرة اللي عايزة اكد عليها هو ان مش لازم يكون عندك احسن تصميم في العالم، لان نجاح فكرة ما بيعتمد جزء كبير جدا جدا عن الدعم اللي محاطة به هذه الفكرة. فلازم يبقى عندك في مخك إدارة تسويق، إدارة دعاية وإعلان، إدارة علاقات عامة. عايز توصل لحاجة، عايز تاخد فكرتك من مجرد إنها تبقى فكرة لحاجة تتطبق وتبقى في حيز التطبيق، شوف مين اللي بيساندها، ولو مفيش حد بيساندها خليهم يساندوها. وبكده نكون وصلنا لآخر حلقتنا من الموضوع النهاردة مع حنان عواد. يا ريت ترسلونا على كنداوي تي في وقولولي يا ترى ايه المواضيع اللي حابين ان احنا نتكلم فيها. اشوفكم الحلقة الجاية. هو الموضوع النهاردة مع حنان عواد على كنداوي تي في.